بسم الله ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، يا حق ويا من وعده حق، فاجعلنا من أهل الحق أمين يا سيدنا يا سميع يا عليم. نبدأ بآية 8 من هذه السورة، أي سورة النمل لفورمي. يقول مولانا The Ant بالإنجليزية، قل مولانا إنك أي مخاطبا حبه الأول عليه الصلاة والسلام، مش سلام خالص سلام، من جبت الريق وقل التوفيق، إنك لا تسمع، هذا دليل لكم قليل من تفهموا ما معنى الإسلام، ولا تعرفوا قيمة الرحمن، ولا تعرفوا ما جاء به القرآن، ولا تعرفوا ما ميز به نبينا عليه الصلاة والسلام من أمية ومن حكمة، وهو أوتي وجوع من الكلم، هذا ما تعرفوا منه شيء، تعرفوا لساني هكا يتحرك أما الفهم معطل والعياذ بالله. نحن نحذركم وكم ولانا كل بالتحذير أو من التحذير، ورد بالكم رأوا إسلامكم تتوهموا أنه هو إسلام، ولا في الحقيقة إسلامكم لا صلة له بالإسلام تقريبا تقريبا بالتمام والعياذ بالله.